السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ الجدع مشترك علمي، سواء كقرب اللغة العربية ولا باللغة الفرنسية، في شرح هذا الدرس هذا حول الدول العددية لي فونكسيون نيميريك. الوغ اون كومونس. اذا قبل ما نبدا الله يرضي عليكم، حاولوا تاخذوا واحد الورقة وواحد ستيلو، واحد لو بغيون، واحد الورقة ديال لو بغيون وواحد ستيلو، باش غادي تبقاو يعني ملي غنطرح عليكم شي سؤال غادي تكتبوا الجواب في التعليق، يعني تحاولوا تبحثوا في ورقة وستيلو ثم تكتبوا الجواب في التعليق. دونك قبل ما نبدا دابا ما غاديش تكتبوا لي تعليقات، ما غادي تجاوبوني ما والو، حتى نطرح السؤال وغادي تحاولوا تجاوبوا في ورقه الوساخ ثم غادي تكتبوا لي الجواب في التعليق. اذا نبداو على بركه الله. دونك قبل ما نبدا نشرح الدرس غندير واحد لاكتيفيتي باش تفهموا مزيان الدرس. دونك دونز اون بوتيك دو فونت دان ارتيكل اونيك كوت 45 درهم بار اونيتي، يعني واحد الحانوت كيبيع واحد المنتوج معين، مثلا كيبيع محافظ كيبيع كل محفظة ب 45 درهم avec le prix de livraison de fixe de 20 درهم quel que soit le nombre d'articles ou la distance. يعني هذا مثلا كيبيع في واحد المدينة، مثلا مدينة ديال وجدة مثلا، عنده باج في الفيسبوك كيبيع بها المحافظ، الوغ كيبيع كل محفظة ب 45 درهم والليفريزون ب 20 درهم، شحال ما بغيت، بغيت وحدة ولا بغيت 10 ولا بغيت 15 ولا شحال ما بغيت من محفظة كيجيبها لك ب 20 درهم، يعني شحال ما بغيت هو كتعطي 20 درهم كيجيبها لك، سواء ديت وحده ولا 10، بحال بحال، يعني ثمن ليفغيزون بحال بحال، ما عندوش علاقه بالكونتيتي. الوغ الا قرينا هذا الموضوع هذا بغينا نعرفوا الثمن اللي كيخلص الشخص اللي كيشري، واحد شرا جوج شحال غيخلص، واحد شرا ثلاثه شحال غيخلص. الوغ هنا شنو لا فاريابل؟ لا فاريابل هي لو نومبر دارتيكل اشتي، يعني شحال من محفظه شرا، هذا هو الفاريابل. دونك نسموه اكس، X le nombre d'articles achetés, soit un cartable ou bien d'autres choses. Donc, alors, حنا شنو لوبجيكتيف ديالنا؟ هو نلقاو لو مونطو توتال، يعني شحال خاصو يخلص هاد السيد اللي شرا، أولا لو بخي توتال. دونك لو بخي توتال غنرمزو له ب اف اكس. اف اكس علاش سميت له اف اكس؟ لأنه ال ديبون دو اكس، عنده علاقة باكس، مرتبط باكس. ولا يسيكسبريم اون فونكسيون دو اكس، يعني كنعبروا عليه بدلاله اكس. الوغ غنسولكم دابا السؤال الاول، ديتيرميني لا غولاسيون اونتر اف اكس اي اكس. دونك نعطيكم 30 ثانيه، ورقه اللي قلت لكم جبدوها وستيلو وفكروا ثم نعطيكم الجواب. اذا كتبوا الجواب في التعليقات. إذن كاين اللي وصل الجواب تبارك الله عليكم. الوغ اف اكس شنو هي؟ الى شرا 5 ديال المحافظ غنديروا 5 في 45 زائد 20، شرا جوج محافظ غندير جوج في 45 زائد 20، اذا اكس كنضربو في 45 وكنزيد 20، داك الفاريابل. دونك اف اكس ايكال 45 اكس بلس ليفغيزون هي 20 درهم. مزيان. سؤال زوج، كيلي لو بري ا بايي بور 3 ارتيكل، الى سي واحد شرا 3 د لي زارتيكل شحال غيخلص؟ دونك بسرعه جاوبوا 30 ثانيه. عفوا غير 15 ثانيه ماشي 30 كاع بزاف. مزيان. دونك الى كتبتو غير التعبير راه مزيان. الوغ من غيبغي يشري 3 د لي زارتيكل غيدير اف بلس اكس غيدير 3، لان دابا داك الفاريابل ولا معروف ولا كوني ولا 3، دونك لا فاريابل ايكال 3 دون سو كا، في هاد الحاله كيساوي 3. دونك غادي نديرو اف دو 3، الوغ اف دو 3 ايكال 45 بلس اكس نديرو 3، 45 اكس ستادير 45 فوا 3 باسكو اكس ايكال 3 بلس 20، الى بغينا نحسبوها 45 فوا 3 ايكال 135 بلس 20 ايكال 155، صحيح؟ لا سويت كالكولي اف 7، دونك 15 ثانية الوغ اف 7 ايكال دونك اف اكس ايكال 45 اكس بلس 20، دونك اف 7 ايكال 45 فوا 7 بلس 20 تو سامبلومون، بلاصة اكس غنديرو 7 ونحسبو. إلا حسبنا غنلقاو 47 فوا 7 إيكالا 315،
35 pardon fois 7 égale à 315 plus 20 égale à 335. مزيان. La suite. Combien d'articles on peut acheter à 200 dirhams? دابا هنا غنعطيكم 20 ثانيه باش تفكروا. شحال من ارتيكل نشريو ب 200 درهم؟ حتى الليفريزون داخله في الحساب. كتبوا حاولوا تكتبوا علاقه كيفاش وصلتوا للحل. طيب الوغ نعطيكم 20 ثانيه ونبدا. دونك دابا واش عندنا؟ عندنا لو بري توتال، عندنا لو بري توتال، عندنا اف اكس، وخاصنا نقلبوا على اكس على لو نومبر. دونك باش نوصلوا للحل غادي لو بري توتال هو اف اكس. عندنا 200 درهم يعني 45 اكس زائد 20 كتساوي 200 درهم، يعني هذه هي لو بري توتال. هاد 45 اكس زائد 20 هي اللي كتساوي 200. الوغ قلنا 45 اكس بلس 20 ايكال 200. الوغ 45x égale à 200 moins 20, 180. Alors x égale à 180 divisé par 45 égale à 4. Donc x égale à 4. Alors on peut acheter 4 articles. Donc on peut acheter 4 articles à 200 dirhams. Est-ce que c'est clair? مزيان. إذن دابا خدينا واحد الفكرة على الدالة يعني الأهمية ديالها. نزيدو أكتيفيتي 2 باش نفهموا أكثر الأهمية ديال الدواء. قبل ما ندوزو لاكتيفيتي 2 كاين بعض لي نوتاسيون خصنا نتعلموهم. دونك x سيت اون فاريابل نيميريك دون ان، فهاد لوكا هذا x تتغير في ان، يعني ما غاديش يشري محفظه ونص، غايشري محفظه ولا زوج المحافظ ولا ثلاثه المحافظ ولا اربعه المحافظ. الا كان لو برودوي، الا كان لو برودوي هو مثلا بالكيلوغرام، مثلا شي حاجه بالكيلوغرام، الوغ هنا غادي تكون الفاصله، يعني غيكون عدد عشري، يعني غيكون لو فاريابل اكس هو واحد العدد العشري موجب. موجب يعني ما يمكنش تقول له اعطيني ناقص واحد محفظه، ما يمكنش، ولا ناقص واحد كيلو ديال العدس، ما يمكنش. دونك هنا هاد اكس يعني هاد الداله فوقاش ممكنه، هذا هو المعنى ديال اكس ابارتيان ا لونسومبل تال، يعني وشنو هما يعني وشنو هما لي فالور ديال اكس اللي نقدر نعبر عليهم باف اكس. مزيان. اف اكس سابيل اون فونكسيون ا فاريابل اكس، هاد اف اكس كتسمى واحد الدالة للمتغير اكس، دالة اف اكس كتسمى دالة للمتغير اكس. دونك اف اكس سابيل اون فونكسيون ا فاريابل اكس، يعني ال دوبون دو اكس ترتبط باكس. لونسومبل دي نومبر اكس بور كو اف اكزيست، يعني دوك الاعداد اكس باش تكون اف معقولة وممكنة، كيتسماو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف، كتسمى مجموعة التعريف ديال اف. يعني فوقاش كتكون اف ممكنة، فوقاش كتكون اف ممكنة. كما قلت لكم إذا كان شي حاجة ممكن تشري بها 1.5 ولا 1.25 غادي تكون إكس دي إف، غتكون هي مجموعة الأعداد العشرية الموجبة. ولكن بحال هاد لوكا محافظ ما غاديش تقول لهم محفظة ونص، دونك مجموعة التعريف غتكون هي إن، عدد الصحيحة الطبيعية يعني غتكون موجبة بطبيعة الحال. ألوغ أكتيفيتي 2، دابا أكتيفيتي 2 نشاط رقم 2. دونك سوا بي سي أن تريونغل ريكتونغل أون بي مثلث قائم زاويه بي افيك ا بي كالا 3 اي بي سي كالا اكس، كما كتلاحظوا في هذا الشكل قدامكم. دونك اون نوت اس اكس لا سيرفاس دو تريونغل ا بي سي، دو تريونغل ا بي سي يعني المساحه ديال هذا المثلث نرمزوا لها باس اكس. علاش رمزنا لها باس اكس ما رمزناش باس؟ لانها مرتبطه باكس، لانها مرتبطه باكس. ال سيكسبريم اون فونكسيون دو اكس، اون بو اكسبريمي اس دو اكس اون فونكسيون دو اكس. Pour cela, on la note S de X. Alors, la question 1, déterminer S de X en fonction de X. Alors, à vous de jouer. Alors, je vous donne 15 secondes. Alors, SX égale, donc, la surface d'un triangle égale la base fois la hauteur ديفيزي باغ دو، يعني القاعدة في الارتفاع مقسوم على جوج، دونك إكس في ثلاثة يعني ثلاثة إكس على جوج، دونك إس إكس إيكالا 3 إكس سور دو، 3 إكس سور دو. كالكولي لا سيرفاس دو أ بي سي بور إكس إيكالا 4، ألوغ سي أون إكس إيكالا 4، ألوغ لا سيرفاس إيكالا كومبيان؟
Très bien. Alors, S de 4. S de 4 égale à 3 fois 4 divisé par 2. Donc, 12 divisé par 2 égale à 6. Donc, S de 4 égale à 6. 3. Calculi S8. Alors, à vous de jouer maintenant. 15 secondes. Alors, S de 8, tout simplement, égale à 3 fois 8 divisé par 2. Donc, égale à 24 divisé par 2, égale à 12, tout simplement. Question 4. Déterminer X pour obtenir une surface de 9, 60 mètres carrés ou bien mètres carrés. On n'a pas le 1, je ne l'ai pas fait. Donc, essayez de trouver X pour que la surface soit 9. الوغ صح دونك انا راه كنشوف الاجوبه ديالكم ولكن ما غاديش نبقى نجاوب على كل واحد ولهذا غنجاوبكم كاملين دونك باش غادي نلقاو اكس دونك خص تكون 3 اكس على 2 كتساوي 9 ان لا سيرفاس هي 3 اكس على 2 اس اكس هي لا سيرفاس هي 3 اكس على 2 باش كما كتلاحظوا هنا اس اكس ايغال 3 اكس سور 2 دونك هذه هي لا سيرفاس دونك سواء نرمزوا لها باس اكس سواء 3 اكس سور 2 دونك حنا قالوا لنا خص تكون 3 اكس سور 2 ايغال 9 دونك 3 اكس سور 2 ايغال 9 Alors, 3x égale à 9 fois 2 égale à 18. Alors, x égale à 18 sur 3, donc égale à 6. Alors, 6. Deuxième. Soal Mouali, donnez le domaine de définition de la fonction s. Fnadarkum had sx, fokash tkun mumkina. Yani fokash mumkin l'hsib misa hadir, had l'motlilti. Yani x wach nukhsa tkun. Wach mumkin tkun naqis zouj, ou lalla. اللي قالوا خصو شي ضرب على الراس واش ممكن يكون البعد سالب ما يمكنش دونك اكس اولا تكون موجبه ثانيا اكس واش تقدر تكون فيها الفصيله نعم بطبيعه الحال تقدر تكون جذر مربع نعم نقدر نقولوا جذر جوج ممكن الوغ لو دومين دو ديفينيسيون هو اخ عدد الحقيقية زد بلس الموجبة نقدر ندخلو حتى الصفر باش تكون مساحة صفر ماشي مشكل دونك اغ بلس و اغ بلس كنقدرو نعبرو عليه كذلك صفر بلس نفس الشيء اغ بلس ولا صفر بلس انفيني بحال بحال هذا نفس المعنى دونك دي اس ايكالا زيرو بلس انفيني وبيان اغ بلس اللي كتب اغ بلس عنده صحيح اللي كتب زيرو بلس انفيني عنده صحيح الوغ دابا نبداو في الدرس ان شاء الله دونك حاولوا تتبعوا معايا باش ملي نعطيكم تمرين عاودوا تخدموا على راسكم دونك ديفينيسيون الوغ سوا دي اف اون بارتي دو ار هي جزء من ار يعني جزء من الاعداد الحقيقيه تقدر تكون مثلا كما قبيله 0 بلس انفيني تقدر تكون مثلا 1 زوج تقدر المهم اون بارتي دو ار يعني واحد الجزء من ار تقدر تكون من موان انفيني حتى الواحد تقدر تكون من موان زان حتى البلس انفيني تقدر تكون من 3 حتى البلس لانفيني الى غير ذلك دونك اون فونكسيون نوميريك اف ديفيني سور دي اف ايت اون ريلاسيون كي رولي شاك نومبر دو دي اف ا ان نومبر اونيك دون ار نوتي اف اكس alors c'est une relation entre un nombre de df avec un nombre unique dans r شنو المعنى ديال هذا يعني اي عدد من مجموعات التعريف كتعطيه واحد صورة في اخ كتعطي واحد الصورة في اخ اي عدد من مجموعة التعريف كتعطي واحد الصورة في اخ هذا هو المعنى ديال فونكسيون نيميريك ال رولي ان نومبر دو دي اف ان نومبر اكس دو دي اف افيك ان ريال دونك ال دون بور شاك اكس دو دي اف اون ايماج دون اخ دونك كيفاش كنرمزوا للدالة بهذه الطريقة هذه هذا الكتاب الوغ شنو كتعني هذا الكتاب الا كتبت لي بحال هذا الشكل كتعني اف C'est une fonction définie sur df qui donne à chaque nombre x de df une image fx dans R. C'est le sens de là. F est le nombre de l'imputer x, qui est intégré à la somme de tarifs, de manière à donner à chaque x de df une image dans R.
signifie que f est une fonction numérique à variable réelle x définie sur df. Ou, بمعنى آخر, f est une fonction définie sur df ou bien à variable x définie sur df. Donc, معنى ديال هاد التعبير. يعني هنا ما نبغيو نعرفوا شي فونكسيون غنبقاو نكتبوا بحال هكا. df s'appelle le domaine de définition de la fonction f. يعني مجموعة التعريف ديال f. Alors, مثلا نوضعوا fx égal à y. fx égal à y. Alors, y كيتسمى صورة x. L'image de x par f. Donc, y s'appelle l'image de x par f. صورة x بيت ديال f. و x كيتسمى سابق لانتيسيدون دو y باغ لا فونكسيون f. مثال باش تفهمو مزيان. باغ اكزومبل ناخدو لا فونكسيون f x ايكال ا 2x بلوس 1. هادي فونكسيون f. الى حسبنا f دو 2 ايكال ا 2 فوا 2 4 بلوس 1 5. دونك 5 اي ليماج دو 2. خمسة صورة جوج. 2 اي لانتيسيدون دو 5. جوج هو سابق خمسة. خمسة هي صورة جوج، جوج هو سابق، خمسة بدالة f، صحيح؟ application، تطبيق. دونك صورة فونكسيون f ديفيني سور r باغ fx إيكال 2x كاري موان 3. السؤال الأول، كالكولي ليماج دو موان 3 باغ f، يلاه، 30 ثانية وحسب. مزيان دابا السؤال الزوج ديتيرميني لي زونتيسيدون دو 5 باغ اف نفس الشيء ما غنصحلكمش دابا حتى للتالي ديتيرميني لي زونتيسيدون يعني يقدر يكون سابق يقدر يكون عدة سوابق اتونسيون هنا يقدر يكون عندنا واحد لونتيسيدون يقدر يكون عندنا عدة لان حسب السؤال ديالك ديتيرميني لي زونتيسيدون ولكن الفوق ليماج دو موان 3 يعني ليماج كتكون اونيك ولكن لي زونتيسيدون يقدر يكونوا زوج ولا اكثر يقدر يكون غير واحد يقدر يكون زوج يقدر يكون اكثر لي زونتيسيدون غنعطيكم مثال بعد ما نصحو الوقت صحيح قبل ما نصحح نعطيكم فكره مثلا لو خدينا لا فونكسيون اف اكس تساوي 2 اكس الوغ هنا الا بغينا ليماج دو موان 3 ندير 2 اف 2 موان 3 هي 2 فوا موان 3 ما يمكنش يكونوا زوج تكون وحده يعني موان 6 وهنا الا بغيت لونتيسيدون دو 5 غادي ندير 2 اكس ايكال 5 يعني اكس يساوي 5 يعني عندنا واحد لونتيسيدون واحد فقط اون سول لونتيسيدون غادي نشوفوا في هذه الحاله هذه واش عندنا واحد ولا لا لا كوريكسيون كالكولي ليماج دو موان 3 دونك ليماج دو موان 3 هي اف دو موان 3 تو سامبلومون اف دو موان 3 اف دو موان 3 ايكال 2 فوا موان 3 لو تو او كاري موان 3 2 فوا موان 3 لو تو او كاري موان 3 هذا الموان 3 راه ما عندهاش علاقه بهذا الموان 3 اللي عندنا هنا يقدر يكون هنا موان 5 تبقى موان 5 هذه اللي كتبدل غير اكس اللي كتبدل الوغ غنحسبو نبداو هنايا موان غتمشي مع او كاري تبقى 3 و 6 2 9 2 موان 3 الوغ 2 فوا 9 ايكال 18 موان 3 ايكال 15 صحيح دونك ليماج دو موان 3 اي 15 دونك ليماج دو موان 3 باغ اف اي 15 وهذه نقدر نعبر عوض ما نقول ليماج دو موان 3 باغ اف ايكال 15 ولا اي 15 نقدر نكتب هكا f دو موان 3 تساوي 15 يعني هادي واش كتعني ليماج دو موان 3 باغ f ايكال 15 صافي نكتب غير هكا صافي دونك لي زونتيسيدون دو 5 باغ f باش كنلقاو لي زونتيسيدون كنحلو المعادلة f x ايكال 5 ايكال هاد لونتيسيدون هاد لو نومبر دونك f x ايكال 5 سي تادير 2 x او كاري موان 3 ايكال 5 ها هو 2 x او كاري موان 3 اللي كيساوي 5 يعني السابق ثم غنحلو المعادلة غادي نجيب 3 من هنا تولي لنا 2 اكس او كاري ايكال 5 بلس 3 ايكال 8 ثم غادي نديرو اكس او كاري ايكال 8 سور 2 ايكال 4 دونك بويسكو اكس او كاري ايكال 4 الوغ سوا اكس ايكال راسين دو 4 ستادير 2 او بيان اكس ايكال موان راسين دو 4 ستادير موان 2 دونك لي زونتيسيدون دو 5 سون 2 اي موان 2 عندنا زوج 2 اي موان 2 ونقدروا نقولوا عاود اف دو 2 ايكال 5 اف دو موان 2 ايكال 5 حسب اف دو 2 غتلقى 5 وحسب اف دو موان 2 تلقى 5 لان من غادي تكون او كاري 2 غتبقى 4 والموان 2 او كاري 4 يعني نفس الشيء دونك هنا عندنا جوج ديال السوابق ولكن امبوسيبل يكون عندنا جوج ديال الصور السوابق يقدر يكون واحد ولا زوج ولا اكثر الصور وحده اونيك
مزيان. دونك دابا ما غاديش نصح لكم هاد التمارين، هنا غادي نخليكم تفكروا فيه مزيان، وان شاء الله غادي نعطيكم واحد الكويز في الرابط اسفل الفيديو اللي فيه التصحيح، يعني غادي تصحوا وغادي تكتبوا التصحيح ديالكم في الكويز، تختاروا الاجوبه الصحيحه ثم تفاليديو وغديروا فواغ لي ريزولطا وغادي تشوفوا النتيجه ديالكم واش صحيحه ولا خطا. اذا من خلال الكويز اللي كاين في الرابط اسفله غادي تعطوني النتائج ديال التمرين هذا. اذا الى عجبتكم هذه الطريقه ديال الشرح كتبوا تعليق باش نستمر نشرح لكم بهذه الطريقه هذه، لان انا كنت باغي ندير لايف مباشر يعني نشرح يعني تشوفوني ونشوفكم، ولكن للاسف الكاليتي ديال الكونيكسيون رغم ان عندي 12 ميجا ما كافيانيش، يعني ما قدر ما عطاتنيش كاليتي، درت واحد تيست ما صدقليش، ولهذا التجأت لهذه الطريقه هذه اللي ان شاء الله غيكون فيها يعني داكشي يعني الكاليتي زوينه ديال الفيديو. تحياتي والله يعاونكم.